تعلم القراءة من نص مشكل بالحركات للسنة الأولى ابتدائي اللغة العربية موضوع الفراشة. الفراشة فراشة ملونة تطير في البستان، حلوة مهندمة تدهش الإنسان، أهدافها محددة، حركاتها مرتبة، تحوم بانتظام، تحط في نعومة تنشر السلام. فراشة ملونة تطير بلا انقطاع، بالنهار المشرق تملأ البقاع، تحب الورد المزروع، تلثمه في وقت الجوع، تمتص رحيق الأزهار، تحيي جني الأشجار، من وردة لوردة، تطير بانتظام. فراشة ملونة تعطي بلا انتفاع، همها ثمار تطعم الجياع، تحاكي الجمال، ترسم الإبداع، تعيش في وئام. صحيح أنها ضعيفة، ضعيفة ليس لها من قوة ولا لها من حيلة، فسبحان من أعطاها ألوانها الفريدة ومزاياها العديدة، فدورها كبير بحجمها الصغير، سبحان من أعطاها فوائدها العظيمة، فهلا تعلمنا خصالها الحميدة، وكنا مثلها نعيش في سلام وانتظام ووئام. حياتنا رغيدة، خيراتنا أكيدة، وصمتنا نماء، وصمتنا عطاء، وصمتنا كلام. فراشة ملونة تطير في البستان، حلوة مهندمة تدهش الإنسان، أهدافها محددة، حركاتها مرتبة، تحوم بانتظام، تحط في نعومة تنشر السلام. فراشة ملونة تطير بلا انقطاع، بالنهار المشرق تملأ البقاع، تحب الورد المزروع، تلثمه في وقت الجوع، تمتص رحيق الأزهار، تحيي جني الأشجار، من وردة لوردة تطير بانتظام. فراشة ملونة تعطي بلا انتفاع، همها ثمار تطعم الجياع، تحاكي الجمال، ترسم الإبداع، تعيش في وئام. صحيح أنها ضعيفة، ضعيفة ليس لها من قوة ولا لها من حيلة، فسبحان من أعطاها ألوانها الفريدة ومزاياها العديدة، فدورها كبير بحجمها الصغير، سبحان من أعطاها فوائدها العظيمة، فهلا تعلمنا خصالها الحميدة، وكنا مثلها نعيش في سلام وانتظام ووئام. حياتنا رغيدة، خيراتنا أكيدة، وصمتنا نماء، وصمتنا عطاء، وصمتنا كلام.